مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم من النقطة الحدودية من المعبر الحدودي القرقرات الذي تم إفراغه يوم أمس من مجموعة من المرتزقة الذين حاولوا التطاول على الحق المغربي وعلى أراضيه. اليوم نستضيف مجموعة من السائقين للشاحنات الذين عايشوا نوعا من هذه الأجواء التي كانت تعرف اضطرابا لمدة أكثر من أسبوعين. نستضيف أحد السائقين. صباح الخير. أنت كتزاول هذه المهنة هذه ديال السياقة الشاحنة؟ ما فوق 20 سنة. فوق 20 سنة في الخط اللي كتاخذه أكثر؟ لا، الخط الأخضر هذه السنين الأخيرة كناخذه اتجاه إفريقيا أكثر. يعني الدول اللي كتمر منها؟ كندوز من المعبر ديال المغرب الإب هنايا، نتاج هنا واحد موريتانيا، مالي، السنغال، بوركينا، النيجر، كوت ديفوار، اي اتجاه. نعم، وكانت الطريق يسيره زعما، سهله الامور. الحمد لله. نعم. وفي ظل من وقعات المناوشات والتوترات، كيفاش نتوما تعاملتوا مع هذا المستجد الجديد؟ احنا كنعينوا في شي مشاكل هنايا بهذا الجردال اللي كانوا هناك قطاع الطرق هنايا. هما اللي كنعينوا في هاد المشاكل ديالهم، نواحي السلطه المغربيه الحمد لله، اللهم لك الحمد، مأمنيننا مزيان كل شيء، معاملات مزيانه كل شيء، الا هذوك الجردال اللي كانوا في. سمعنا انه كاين مجموعه ديال الشاحنات اللي تضرروا من هاد قطع الطرق اللي كيقطعوا الشاحنات انهم يمرضوا. انا نيت واحد منهم. نعم. انا واحد منهم، انا دابا مده 26 يوم ولا 25 يوم وانا الموتور امارش يستهلك في الغازوال ليل ونهار، دابا مشارجي هنايا، وكاين شاحنات اخرى اللي ضرت، ضاعت لي من الخضر، ضاع البضائع ديالهم لا من التجار ولا من اصحاب الشاحنات. نعم. والسلطات المغربيه كيفاش تعاملت معكم؟ السلطات المغربيه كتقوم بالواجب ديالها ليل ونهار. والبارح من بعد الانتصار اللي افتخروا به جميع المغاربه، الحمد لله كنشكروا السلطات ديالنا وكنايدوهم على الانتصار ديالهم الحمد لله، وكل شيء يعني دابا مدخلينا هنا في مقر في الباركين ديال الديوانه في امان الحمد لله، مأمنيننا كل شيء، لا حنا ولا الكاميوات ديالنا ولا كل شيء، الامور بخير الحمد لله. تسلم. معنا السيد محمد رحموني سائق شاحنه، هو الاخر يعني عايش لحظات هذا التوتر الذي كان قائما وبعد الافراج عن هذه النقطه الحدوديه. سي رحماني مرحبا بك. مرحبا. ممكن تعاود لنا كيفاش كنتوا كتعيشوا بعدا قبل ما يوقعوا هذه المناوشات الاخيره؟ قبل 21 كنا كنجيو، كان الممر سالس. 21 اكتوبر 21/10 كان الممر سالس، كنا نجيو كنديروا الاجراءات ديالنا، كنخرجوا كنمشيو وما كاين حتى شي مشكل، ولكن نهار 21 كملنا الاجراءات ديالنا ديال الجمارك، باللي خرجنا من الباب لقينا الطريق محبوسه. شنو رجعتوا بحالكم؟ لا، دوزنا شي ايام في قدام الباب حتى قالوا لنا السلطات دخلوا عندنا، حيت كملنا الاجراءات ديال الخروج. يعني خصنا نبقاو خارجين، ولكن باللي زاد الحال توتر شويه السلطات قالوا لنا دخلوا لداخل. احنا دابا الكاميونات ديالنا هما لداخل في واحد البارك، وكنتسناو دابا الاوامر ديال السلطات باش تفتح لينا الباب ونمشيو. وكيفاش كانت الاجواء يعني قبل ما يوقعوا المناوشات؟ ما كاينش شي حاجه اللي كانت الطريق عاديه. الطريق عاديه. وصلوا حتى لدول اخرى؟ دول اخرى، موريتانيا كنبداوها من موريتانيا، مالي، السنغال، الكوت ديفوار، بوركينا، النيجر. كاين السلعه بما فيها ما ماتيريال، اليات الكترونيه، اليات للصناعه، الخضار، الفواكه، السمك. يعني افريقيا محتاجه لينا وحنا محتاجين ليها. مهم بزاف، لان تقريبا واحد 8 دول ولا 9 كيعيشوا معنا مع المغرب. نعم. مع المغرب صناعيا ومواد غذائيه. وفي اللحظات ديال من 21/10
يعني كاينين بزاف ديال الشاحنات اللي تضرروا البضائع ديالهم. الناس اللي عندهم الخضر والفواكه يعني كاين شي شويه ديال الضرر، ولكن ما كاين بس كاين اللي رجع من هنا قبل ما يدخل، رجع باع داكشي ديالو، باعو في الداخل في اكادير. كاين السلعه اللي رجعت من المواد الغذائيه رجعت للدار البيضاء. احنا كنا بعاد منهم، بعاد منهم، لان اللي كتوصلنا ما يعني ما كاين اللي وصل عندهم، راه لا بدا من ديك عمليه الاستفزاز، لا بدا باللي كتشوف حاطين دايرين ان بارير بالحجر والبنوات، ما يعني اوتوماتيكمون راه ما غاديش توصل عندهم، لان الا وصلتي لعندهم غتولي في احتكاكات وغتخاف على راسك، لان هذيك المنطقه غير مؤمنه. هذه المنطقه ديال اللي بما يسمى قندهار غير مؤمنه، لا من طرف المغرب لا من طرف موريتانيا، هو مقطع طرقي تابع للامم المتحده المينورسو. بالنسبه للمينورسو ما كانت شي استفزازات بيناتهم، هي هذيك فاش السلطه قالت لنا دخلوا في حالكم، ودخلنا في حالنا. الشاحنات ديالنا هما وسط لاكور ديال الديوانه، ما كاين حتى شي مشكل، كنخرجوا وكندخلوا لعند الكاميونات ديالنا بكل ترحاب. وفين مستقرين دابا نتوما من 21 10 الحدود اليوم؟ مريحين في الشاحنات ديالنا، كل سائق في الشاحنه ديالو. نعم. كل سائق في الشاحنه ديالو. شنو كتسناو يعني؟ لا كنتسناو دابا الطريق تفتحات، ولكن اللي كنتسناو هو الاوامر ديال السلطه، هما اللي غادي يقولوا لينا يا بسم الله ان شاء الله. الرحمن أيه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. اذا متابعينا كنا مع هذه الشهادات الحيه التي استقيناها من طرف سائقي شاحنات الذين حكوا عما وقع لهم ابان فتره المناوشات والاستفزازات التي قامت بها مرتزقه الانفصاليين في جبهه البوليزاريو، وكيف تعاملت السلطات المغربيه مع هذا الوضع. نتمنى الافراج الكامل على هذا الخط ليتمكن السائقون من العوده فورا الى عملهم صلة الوصل بين المغرب وبين الدول الإفريقية، التي كما جاء على لسان أحد السائقين أن هنا أكثر من 9 دول تعيش على المواد الغذائية التي يقوم المغاربة بتصديرها إلى هذه الدول، ويمكنهم آنذاك الاستفادة منها. إلى هناك، معكم جمال الديابي وكريم العلوي، مفدي قناة شوف تيفي من معبر الإرقلات، وإلى اللقاء.